صرخين الواضح بافكار والعالم عرفت باخبار انبعوا بطيب الخطار ناصر دينه ناصر دينه صرخين الواضح بافكار والعالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام المضلل بالغمام الموضح لنا مبهمات الأحكام، أعني به أبي القاسم محمد. الله أكبر الله أكبر الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أجمل آيات التهاني والتبريكات نزفها إلى مقام الرسول الكريم والأئمة الأطهار الميامين، سيما بقية الله على الأرض صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، بذكرى المبعث النبوي الشريف، وأيضا نهنئ صاحب العصر والزمان بذكرى ولادة السيد الصرخ الحسني، وكل ذلك بالصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخوة الأعزاء أرجو التفضل بالجلوس في باحة المسقف، جزاكم الله خير الجزاء. خير ما نفتتح به حفلنا الكريم هذا آية من الذكر الحكيم، سيتفضل القارئ واثق الحسناوي بتلاوة ما يتيسر له من سورة الفتح، فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تقدم من ذنبك ما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب
حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. للكلمات عن تعبر عما يخرج في القلب من فرحة غامرة بذكرى عطرة ألا وهي ذكرى المبعث النبوي، خصوصا وإذا تزامنت هذه الذكرى بذكرى ولادة نائب الإمام بالحق السيد الصرخي الحسني أعلى الله مقاما. فلنستمع لكلمة للجامعة الجعفرية الإسلامية يلقيها على مسامعنا سماحة الشيخ محمد المياحي، فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين المصطفى المسدد والرسول الأمجد أبي القاسم محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. نزف أبهى آيات التهاني والتبريكات المعطرة بالياسمين إلى مقام النبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى الأئمة الميامين الكرام الطاهرين أعلام الهدى ومصابيح الدجى عليهم أفضل الصلاة والسلام، سيما مولانا ومنقذنا الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وإلى العالم الإسلامي في كافة أنحاء المعمورة، وإليكم أيها الأخيار الأنصار والزنيبيات الفاطميات بذكرى يوم المبعث النبوي الشريف وميلاد سماحة السيد الصرخ الحسني دام ظله الشريف المبارك، سائلين المولى العلي القدير أن يعيد هذه الأيام العظيمة علينا وعليكم بالخير والبركة. فاستقبلوا هذه المناسبة بالصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد.
في 27 من شهر رجب نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله في غار حراء، حيث كان يتأمل ويتعبد قائلاً له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نداء ربه، عندما ناداه راح يعلم ويربي ويزكي، لم ترهبه الضغوط والتحديات، أغرته قريش بالجاه والملك، هذه العروض المستمرة، فقطع الطريق عليها قائلاً لعمه أبي طالب رداً على العروض: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وصبر رسول الله صلى الله عليه وآله وأصر على الإيصال صوت رسالته إلى كل إذن تسمع وعين تقرأ وقلب يفهم، حتى ظهر أمر الله وعلت كلمته وتحقق الهدف من الرسالة، ألا وهي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان هذه هو مضمون الرسالة وما زالت. نعم، بعث النبي صلى الله عليه وآله ليتمم مكارم الأخلاق استكمالاً لمسيرة الأنبياء منذ آدم، فقد أراد الله للأخلاق أن تحكم الحياة، أن تحكم سلوك الإنسان كفرد والإنسان كمجتمع مع ربه ومع نفسه داخل بيته ومع أرحامه وجيرانه وفي الشارع ومواقع العمل والتعلم مع من يلتقي معه ومع من يختلف في حالتيه السلم والحرب. يعني قضية الأخلاق لا يمكن الإنسان أن يتخلى عنها في الرخاء وفي الشدة، أن يكون ملازم له الأخلاق في حالتيه الرضا والغضب، في حالتيه القدرة والفقر. بهذا هذه القضية يصبح الإنسان إنساناً ويصبح المؤمن مؤمناً، وإلا كيف يمكن أن يكون متديناً ولا يظهر تدينه إلا فقط في الطقوس والعبادات؟ أيكون متديناً أولاً لا يسلم الناس من شره، يكون مؤمن ومسلم وشر لسانه، أم أدعي الإيمان وأتمتع بطيبات الحياة وجاري جائع؟ هذا تناقض. جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسأله: ما الدين؟ يريد أن يسأل عن دينه وما هو مضمون الدين. قال: ما الدين؟ فاكتفى بالقول، قال له: حسن الخلق. وظن الرجل أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه جيدا، فأتاه عن يمينه وقال: يا رسول الله، ما الدين؟ فقال: حسن الخلق. فعاد وكرر السؤال، ورسول الله يكرر نفس الجواب. ولذلك نرى رسول الله صلى الله عليه وآله ينفي صفة التدين عن امرأة قيل له عنها إنها كانت تقوم الليل وتصوم النهار، يعني هذا عندنا الآن يعني اعتبرها أنها متدينة، ولكن ماذا يقول عنها الرسول؟ لكنها بذيئة اللسان، تؤذي جيرانها، وتكذب وتختاب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. نعم، حسن الخلق أيها الأحبة هو عنوان الدين، به يقيم الإنسان، وهو السبيل لبلوغ المراتب العالية عند الله. وقد ورد في الحديث: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. وفي حديث آخر: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف للعبادة، يعني بمجرد حتى وإن كانت عبادته ضعيف ولكن يمتلك هذه صفة الأخلاق، يعني يقتصر في أدائه على الواجبات، يعني لا بأس، ما من شيء أثقل ما يوضع في الميزان من خلق حسني، يعني مو بعدين يلتفت إلى العبادة، لا، شرط هي الأخلاق. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ورغم ذلك لم ينشر القرآن إلى عبادته، وكان مدينة العلم ولم يتحدث عن علمه. من؟ القرآن. لم يتحدث عن علمه. وكان مقداماً ولم يتحدث عن شجاعته وبطولته، وهو العادل الذي كان يعدل بين الناس حتى في الكلمة والنظرة، يعني حتى عادل بالنظرة والكلمة، ولم يتحدث عن عدله، وأيضاً لم يقيمه على أساس زهده وتخليه عن الدنيا. اسمعوا ماذا أنزل الله تعالى في رسولكم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال عز وجل مخاطباً قريش: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لهذا لم يكن غريباً أن يكرس الرسول صلى الله عليه وسلم المعيار نفسه في علاقته بالناس، جعل الأخلاق ومكارمها هي المقياس القرب منه، عندما قال: أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا. الموطون أكنافا، بمعنى اللينون الجانب، الذين يألفون ويؤلفون، وحدد في المقابل مقياس البعد منه الذي يكون بعيد عن الرسول. كيف يكون؟ يقول: ألا أخبركم بأبعدكم مني؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الفاحش، والذي يكون يتبنى السب الفاحش، المتفحش، البذيء، البخيل، المختال، الحقود، الحسود، القاسي القلب، البعيد من كل خير يرجى غير المأمون من كل شر يتقي. ونحن أيها الأحبة في ذكرى مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله، مبعث رسالة الإسلام، مبعث الخلق العظيم، مبعث القيم الإنسانية، سنتوقف عند بعض مواقفه نستلهمها لنقتدي بمن جعله الله لنا قدوة، وأبرزها موقفه من أهل مكة الذين عذبوه وعذبوا أصحابه وتآمروا لاغتياله، واضطره أن يهاجر من مكة أحب البلاد إليه إلى بلاد الغربة، وعندما وصل إليها سالماً، يعني رجع إلى مكة، قال: لم يكفوا شرهم عنه بل ألبوا عليه اليهود والقبائل التي كانت تحيط بالمدينة وأعلنوا عليه الحروب. ورغم ذلك كيف تصرف عندما دخل مكة فاتحة؟ لقد رفض الشعار الذي رفعه أحد أصحابه. أصحابه قالوا شعار، ما هو؟ اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. أبى أن يكون الفاتح المنتقم وقال: اليوم يوم المرحمة، غير هذا الشعار، اليوم تحمي الحرمة. فهذا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبه للناس، في رحمة وعفوه وتسامحه، وفي انفتاحه إلى الذين يختلفون معه، في مده يد التواصل مع كل الناس، لم ينطلق في سلوكه من ردود فعل الآخرين. وفي هذه الأجواء الروحانية والملكوتية القدسية شاء الله الحكيم جل شأنه أن يجعل فيها، في هذه المناسبة، ولادة سماحة السيد الصرخي الحسن دام ظله الوارب، حيث أشرقت ولادته بتلك الأنوار الحسنية التي أخذت مسيرتها عبر التاريخ الزمن لترسم لنا طريق العلم والمعرفة والشجاعة والثبات على المبادئ والإخلاص للإمام المعصوم، والتضحية من أجل بيان مظلوميته والعمل على نصرته، وآل سماحته على نفسه أن يكون في هذا العصر المليء بالفتن المظلمة ممهداً وقائداً وموطئاً لطلعته البهية، وهو القائل: إن الركن الأساسي في عقيدتنا هو تأسيس دولة العدل الإلهي بقيادة قائم آل محمد عجل الله فرجه الشريف. وهذه الولادة العطرة لسماحة السيد الصرخي دام ظله أحيا
بها خلال محاضراته التاريخية في التحليل الموضوعي، وتحدى العالم الإسلامي بأسره بثورته، وأبطل فيها الدعاوى الباطلة المزيفة. في ذكرى مبعثك نتوجه إليك يا رسول الله، مؤكدين لك الولاء والولاء للإسلام والولاء لحسن الخلق، نعاهدك أن نثبت على المحبة والرحمة والعفو والتسامح والعدل، نعاهدك على التمسك بالثبات والصبر والقوة في هذا، بهذا هو سبيل خلاصنا من كل ما نعاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعتقد أن الجموع الموجودة بحاجة إلى من يلهب حماسها احتفاءً واحتفالاً بهذه الذكرى العطرة، فنستمع لمساهمة الرادود الشيخ ضياء الزبيدي لإنشودته مشفوعاً بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. نهنئكم أيها الأخوة والأخوات بهذه المناسبة المباركة العظيمة التي امتزجت واندمجت معها ولادة مرجعنا وسيدنا ومعلمنا السيد الصرخي دام ظله، كما انطلق النبي صلى الله عليه وآله ليبلغ رسالات ربه، كذلك انطلق سماحة الولي دام ظله الشريف. لهذه المناسبة الكريمة نرفع الأصوات بالصلاة على محمد وآل محمد. غيرك غيرك ما فرد ما فرد واحد نبيلة نبيلة، غيرك ما فرد واحد نبيلة، واتجاهك كل مشاعرنا يا رسول الله. غيرك ما فرد واحد نبيلة نبيلة، واتجاهك كل مشاعرنا نبيلة. الباري ما بعث مثلك والله، الباري ما بعث مثلك نبيلة نبيلة، ختم بيك الرسالة الأحمدية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صلي على محمد وآل محمد. ذهنك ووجهه ووجهه ذهنك خلى يمي، ووجهه ووجهه تنور طول هالعالم، والله تنور طول هالعالم، ووجهه شمع روحك علقها، والله شمع روحك علقها، ووجهه ووجه المبعث النبي بهاي المسية، اي المبعث النبي بهاي المسية.
لسان حال يقول تاه العقل وانت تعرف سيدي تاه العقل وانت تعرف وانت ودليل المحب اسمك تخف ودليل المحب اسمك تخف وانت يا محمد سيد الأكوان. نقول لسيدنا محمد سيد الأكوان وانت ناموس الشريعة الأحمدية. السيد ناموس الشريعة الأحمدية. يا الله بعث الله محمد رحمة للعالمين لا حفل الكون سناه من أتى نحو خطاه فاز في دنيا ودين رحمة للعالمين. بعث الله محمد رحمة للعالمين بعث الله محمد رحمة للعالمين لاح في الكون سوى لاح في الكون سنا من أتى نحو خطاه لاح في الكون سنا من أتى نحو خطاه فاز في دنيا ودين رحمة فاز في دنيا ودين رحمة للعالمين. بعث الله محمد رحمة للعالمين بعث الله محمد رحمة للعالمين لاح في الكون سنا من أتى نحو خطاه لاح في من أتى نحو خطاه فاز في دنيا ودين رحمة فاز في دنيا ودين رحمة بعث هادينا الرسول بأمر من رب الجلالة ينشر الدعوة العظيمة بصوته ويأدي الرسالة بصوته ويأدي الرسالة بعلم وبتفكير ثاقب وضع دستور العدالة وضع دستور العدالة لذور المجد تسنم كل من جاء وأسلم لذور المجد تسلم كل من جاء وأسلم فاز في دنيا ودين رحمة ساعدني فاز في دنيا رحمة للعالمين. بعث الله محمد رحمة للعالمين لاح في الكون سناه من أتى نحو خطاه لاح في الكون سناه من أتى فاز في دنيا ودين رحمة فاز في دنيا ودين رحمة من أجل أشرف مبادئ أرسل الباري نبي أرسل الباري خضعة أرباب السيادة للشريعة الأحمدية للشريعة الأحمد زالت الفكرة الوخيمة كل ظلام الجاهلية وكل ظلام زالت الفترة الوخيمة كل ظلام الجاهلية كل ظلام ونداء الحق ردت ما
من سعى نحو محمد ونداء الحق ردد، من سعى نحو محمد فاز في دنيا ودين رحمة، فاز في دنيا ودين رحمة. بعث الله محمد رحمة للعالمين، رحمة لاح في الكون سناه من أتى نحو خطاه، لاح في الكون من أتى نحو خطاه فاز في دنيا ودين، فاز في. واحنا من أسفل المناهل غصن دوحتنا تروى، غصن دوحتنا تروى، جامعة حكم درسنا عرفنا منهج النبوة، عرفنا منهج يدعو للحب والمودة والتآلف والأخوة والتآلف وال... أصبح الأمر جليا واعلموا من قال هيا، أصبح الأمر جليا واعلموا من قال هيا، فاز في دنيا ودين رحمة. مأجورين إن شاء الله، رحم الله والديك، نسألكم الدعاء، رحم الله. في الأعياد عادة يشتاق الإنسان إلى الأحبة، بل تكتمل فرحة العيد إذا شاهد فيها الإنسان أو حضر عنده الأحبة، ولا أعتقد أن أحد الموجودين يوجد إنسان أقرب إلى قلبه من الحبيب الغالي. فله أقول إجا العيد وما إجت، اجى العيد وما اجيت، واشعلت للملقى عمري وايست تالي انطفيت، اجى العيد وما اجيت، واشعلت للملقى عمري وايست تالي انطفيت، وانتظرتك وانتظرتك شمعة موعني الصبر لما انقضيت، وانتظرتك شمعة موعني الصبر لما انقضيت، شمعة قطرني الصبر فوق الصواني وخيط، بس الخيط يا سيد صفيت. قصيدة شعبية يلقيها على مسامعنا الشاعر داخل الجحيشي، فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئ العالم الإسلامي ونهنئكم أيها الأخيار الأنصار، وقبلكم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وآله، والإمام المهدي عبد الله رجعه الشريف، والمولى السيد الصرخي الحسني دام ذله، هي المبعوث النبوي الشريف
وولادة الإمام الصادق سلام الله عليه وولادة السيد الصفي الحسن دام الله الشيخ. لكل افتتاحية تجد خاتم لها، لكل افتتاحية تجد خاتم لها، وقضية الرسل أحمد خاتم لها. يا رب تروح ربعي، يا رب تروح ربعي، خاتم لها محمد بالشفاعة الآخرية. بقولك والفعل، بقولك والفعل جعفر صادق انت، بقولك والفعل جعفر صادق انت، وصار اسمك الثاني صادق انت، صك غفران روحي صادق انت، اريد بخدمتك تشفع الي. بقولك والفعل جعفر صادق انت، وصار اسمك الثاني صادق انت، صك غفران روحي صادق انت، اريد بخدمتك تشفع الي. امه الناس كبرت من علمها، امه الناس كبرت من علمها، وعز القوم تدري من علمها، وعز القوم تدري من علمها. المراجع بالعلم قلي، المراجع بالعلم قلي من علمها. اذا علوان مو صح القضيه، ترى اذا علوان مو صح القضيه. المراجع بالعلم قلي من علمها غير الصرخه بالذات الوفيه. قدمتك ام الناس كبرت من علمها، ام الناس كبرت من علمها، وعز القوم تدري من علمها. المراجع بالعلم قلي من علمها غير الصرخ بالذات الوفيه. ما اشبه امس باليوم يا ناس، او تتداول صدق ثاري هالايام. ما اشبه امس باليوم يا ناس، وتتداول صدق ثاري هالايام. انا احكي لك امس والحاضر عليك، ومو من جيب امس كاتبت الاقلام. ما اشبه امس باليوم يا ناس، وتتداول صدق ثاري هالايام. انا احكي لك امس والحاضر عليك، ومو من جيب امس كاتبت الاقلام. ارد احمل مكتبة تاريخ الهموم من غدر وخيانة وحقد والام. ما روح بعيد من النبي وجاي، اخاف ارجع شوية ويقفل الرام. ارد احمل مكتبة تاريخ الهموم من غدر وخيانة وحقد والام. ما روح بعيد من النبي وجاي، اخاف ارجع شوية ويقفل الرام. يسمون الامين بمكة مولود، يسمون الأمين بمكة مولود، طاهر وابن طاهر وابن أعلام، عادل ما يدور سلطة على الناس، حلال المشاكل وقت الخصام، طيب ما تعدى حدود الآداب، شلون العد بالله تفوت الأفهام، عاقل عاقل والسحر ما مر مر بيه، مو شاعر ابد ما سولف اوهام، سمح سمح صادق غيور ومبتسم دوم، شابو يشتغل تربية الاغنام، بيوم اختار الله عمر 40 محمد نبل ينشر دين الاسلام. مغتاظ الشيوخ، مغتاظ الشيوخ وروس هالقوم، اليتيم شلون يصبح قائد العام، ثارت ثائرتهم وابتدى العدوان، والحرب الأمين يدق غدا الدمام. ما نقبل محمد ينشر التوحيد، شنو واحد نعبد الريد هقسام. ما نقبل محمد ينشر التوحيد، شنو واحد نعبد الريد هقسام. خشب هذا يريد ويعبد، خشب هذا يريد يعبد ذاك الحجار، خشب هذا يريد يعبد
ذات الحجار عام يريد يعبد واحد وعام كيفي خشب هذا يريد يعبد ذاك الحجار عام يريد يعبد واحد وعام تمر واحد يريد يسوي معبود من تمر تمر واحد يريد يسوي معبود من يجوع ياكل ربه وينام خشب هذا يريد يعبد ذاك الحجار عام يريد يعبد واحد وعام تمر واحد يسوي تمر واحد يريد يسوي معبود من يجوع ياكل ربه وينام ابو سفيان واميه وعتبه يقولون والوليد وعكرمه وابو جهل اللئام لا تسب الالهه اللي بيها نعيش تعبدهم اهلنا وسالف الاقوام ونتنازل بعد بس لا تسب الالهه نتنازل بعد ونسوي تخفيض فقط بس اربع خليها الاصنام ونتنازل بعد ونسوي تخفيض فقط بس اربع نسويها الاصنام هبل واللات والعزى ومنات وبقيت اصنامنا يطبهن حطام خذ يا محمد واطلب الاموال صير علينا سيد واحنا خدام واترك هالامر لا تحكي بالتوحيد اخذ كل اللي تريده وفلا تنظام ومن شافه محمد ما يعوف الدين ولو جابه وشمس ويا القمر قدام ولو جابه وشمس ويا القمر قدام بدوا صنع الإشاعة وقاموا يبثون وتستقبل غدة بعقول هجام كاذب شاعر ساحر ومجنون حتى وبالنسب طعنوه الاقزام ورادوا ينقتل ويموت الاسلام وما قدروا فداه المرتضى الضرغام ومن هاجر محمد ومن هاجر محمد كل عقلهم راح وبعد ما يرجع عليهم شايل الهام ومن هاجر محمد كل عقلهم راح وبعد ما يرجع عليهم شايل الهام يا مكة محمد رد عليك ردود يا مكة محمد رد عليك ردود وبعام الفتح شايل الصمصام رد لكم محمد قاصد البيت ومقدم علي الفارس المقدام وحق الله اللي يوقف قباله يموت سيف الله على قص الروس محتام يا مكة محمد رد عليك ردود وبعام الفتح شايل الصمصام رد لكم محمد قاصد البيت ومقدم على الفارس المقدام وحق الله ليوقف قباله يموت سيف الله على قص الروس محتام ما تسلم اصنام الاربع اليوم ما تسلم اصنام الاربع اليوم كل هم محمد يهدم الاصنام وصل يمهل محمد صاحب حسين علمتوني اريد تحط الاقدام وصيح لها صيح لها هاي كلها اصحاب الاحقاد خل غصبا عليها تلم الاحطام ما اشبه امس باليوم تدرون وغلت سريعا تتداول الايام الى مولاي من يقدر يصلك يا بيان الدين من يقدر يصلك يا بيان الدين يا العلمك فجر وافكارك المطلع من يقدر يصلك يا بيان الدين يا العلمك فجر وافكارك المطلع يا شمس الحقيقة اضوت على الكون شرد منها الظلام تبخر وماع يا حام الدين حيهم حشم الدين صبح كلش رخيص الدين ينباع ولابد من رجل يفزع يا حام الدين وما طولك محام الدين ما ضاع يا حام الدين حيهم حشم الدين
صبح كلش رخيص الدين ينباع، ولابد من رجل يفزع يحام الدين، وما طورك محامي الدين ما ضاع. مئات آلاف مرت على البشر وعاظ، مئات آلاف مرت على البشر وعاظ، تامر بمعروف لكن ماكو سماع، ابنيها السفينة ويلا يا نوح، طوفان الجهل مو غطى كل القاع، والدفة بيمنتك فرها وين تريد، واليسرى يا سيد سوها ان شراع، هم روحك هم روحك تراها ترادت الايام، سلم رايتك يا الصرخ يلا بساع، ولا تلتفت ابنيها السفينة ويلا يا نوح، ابنيها السفينة ويلا يا نوح، طوفان الجهل مو غطى كل القاع، والدفة بيمن تكفرها وين تريد، واليسرى يا سيد سوها ان شراع، هم روحك تراها ترادت الايام، سلم رايتك يا الصرخ يلا بساع، ولا تلتفت خلل يطيح يطيح، ولا تلتفت خلل يطيح يطيح، والرايد جمل والرايد جبل، ويعصمه مو منع مو منع يعوفك، شغلة الشيطان شتخاطب بعد مو خضر المشلاع، يا ابو اسماعيل حطم شلة الاصنام، وفاسك حد حال برقبة الفزاع. ولا تلتفت خلي اللي يطيح يطيح، شتخاطب بعد مو خضر المشلاع، يا ابو اسماعيل حطم شلة الاصنام، فاسك حد حيل برقبة الفزاع، لا تترك كبير تقل ليش الناس، مو اسألوا كبيرهم، لا لا تترك كبير تقل ليش الناس، لا تترك كبير تقل ليش الناس، لا تترك كبير تقل ليش الناس، وتحتج بسكوته بكذب وشياع، ما بيهم ألم ما بيهم عمل، وتجربوا مرات حكم صدام، بين كل الاطباع بين وين الرايد العفرين، وبين كل نذل واصحاب الاطماع واصحاب المواقف، بينت للناس وام الويل مجعل لما تضباع، ما تأكد تراني واحلف ومضبوط، واوية قبل ما ظن تصير تباع. ما بيهم عمل وتجربوا مرات حكم صدام، بين كل الاطباع بين بيها وين الرايد العفرين، وبين كل نذل واصحاب الاطماع واصحاب المواقف، بينت للناس وام الويل مجعل لما تضباع، متاكد تراني واحلف ومضبوط، واوية قبل ما ظن تصير سباع، واذا رادت تسولف بالله شو تقول ها، واذا رادت تسولف بالله شو تقول، هم سامع حجارة حاج الاسماع، موسى انت بسحرهم ما يهموك، موسى انت بسحرهم ما يهموك، حياياهم شبر الحي تكبع، اذا رادت تسولف بالله شو تقول، شو تقول شنو، اذا رادت تسولف بالله شو تقول، هم سامع حجارة حاج الاسماع، موسى انت بسحرهم ما يهموك، حياياهم شبر يا الحي تكباع، يا موسى بعصاتك شق سواد الليل، خل النور فوق الارض سطاع، قرآنك محمد علم ما فهمه، قرآنك يا صرخ علم ما فهمه، يلغون بحديث اشكال وانواع، وبجعل كل اشتهى لك هاي الايام،
ابو جهل كل اشتهى لك هاي الايام يذكر صاع حمزه ورايد الصاع، وحده تقول عوفه وخلي يطق الاطراق، ووحده نطقه احنا وخلي يعض القاع. في زمن الطاغية لعنة الله عليه كانت الظروف صعبة خصوصا على زملائي، يعني كان لما يريد ينزل للمدينة فيادوب على قد الكروة، يعني عنده دينارين حاسب حساب دينار روحة ودينار رجعة، نزل دفع دينار ووصل للولاية، الدينار الثاني مال الرجعة ضاع، ظل واقف في شارع العباس انتشاله على دنقة وظل صافن، وين يطوجها؟ شلون يرجع للولاية؟ شلون يرجع للولاية محتار؟ بينما هو كذلك واقف ومنتظر، اجا واحد يستعطي، شافه انسان كاشخ ومبدل ولابس خاطر، قال له انطيني دينار في سبيل الله. صبن عليه الشكيل، قال له تريد دينار؟ قال له ايه، قال له اطلع منا بشارع العباس راح تلقى سوق العلاوي، فوت بسوق العلاوي، من تمشي بالسوق راح تلقى اكو فرع على ايدك اليمنى، ادخل داخل الفرع راح تلقى اربع بيوت، رجاء سيطروا عليها هاي المساله، لما يصير خلوها بالتواصل فقط، راح تلقى أربعة بيوت، اترك أول بيتين ندخل بالثالث تلقى الباب مفتوحة، طب راح تلقى دهليز طويل، تلقى درج انزل بالدرج، تلقى باب مسدودة افتحها، تفتح الباب تلقى بابين قدامك، مو أول وحدة ثانية افتحها، راح تلقى هم درج، انزل بالدرج راح تشوف سرداب كبير، هذا اللي يستعطي قال لك هذا كنز حتما راح يدلين، راح تشوف سرداب كبير بيه صندوق، الصندوق ضخم، افتح الصندوق تلقى بطنه صندوق، افتح الصندوق الثاني تلقى هم صندوق صغير، افتحه راح تلقى صرة، افتح الصرة راح تلقى بها قرآن، وحق ذاك القرآن ما عدد هنا. والآن مع الرادود أحمد الإمارة فليتفضل مشفوع بالصلاة على محمد. السلام عليكم. نهنئ العالم الإسلامي جمعاء بذكرى المبعوث النبوي الشريف وذكرى ولادة السيد المقدس دام ظله الشريف. جئتكم حاملا روحي وقلبي مع ما بجعبتي من كلمات أهديها إلى الولي المفدى والمحقق الكبير والمعلم الفاضل والأب الغالي العالم والمرجع آية الله العظمى السيد الصرخ الحسني دام ظله الشريف. لز
حسن بيغ محمد قال خيبر وين؟ لزنبيرغ محمد قال خيبر وين؟ نظر للباب نظرة وقال لا أزعل، وقع للباب طاح وبات شف رجليه، لا تزعل على هالطايحة توسل. لزنبيرغ محمد قال خيبر وين؟ نظر للباب نظرة وقال أزعل، قع للباب طاح وبات شف رجليه، لا تزعل على هالطايحة توسل. ابن ود من برز وعليها ظل يصول، وقدام الجموع بزود يترجل، ألا منكم مبارز حتى قص رجليه فقارة بيمينه وقال لا ننزل من شافك علي. ابن ود ابن ود من برز وعليها ظل يصول، وقدام الجموع بزود يترجل، ألا منكم مبارز حتى قص رجليه وقار بيمينه وقال لا ننزل من شافك علي. ظل يرجف من الخوف دخيلك صاحد ارواح ستبدل. وقصيدة طلبت اعادتها للسيد. اللي يتنفس علي، اللي يتنفس علي يمشي بعروق الدين. بس صوتكم حتى قرر. اللي يتنفس علي يمشي بعروق الدين، واهل البيت كلها تشوف ناصرته، الدرب الشهادة براسة تلقى حسين، وناطق صوته على الحق ما يحب سكته. اللي يمشي على العدل، اللي يتنفس علي يمشي بعروق الدين، واهل البيت كلها تشوف ناصرته، الدرب الشهادة براسة تلقى حسين، وناطق صوته على الحق ما يحب سكته. اللي يمشي على العدل تلقى بقفاه اسهام، وكثير الناس راح تشوف كارهته. اللي بريحه علي يلبس الغيره وشاح، ويتلقى المنيه اللي اجت شاهبته. اللي يمشي على العدل تلقى بقفاه اسهام، وكثير الناس راح تشوف كارهته. البيريحة علي يلبس الغيرة وشاح، ويتلقى المنية اللي اجت شاهبته. يا محمود شفتك انت فزعة خير، وانت ولام وحدك للحكي اللي قلته. نور حسين نورك يرهب العادوك، ونور العلم شعشع بيك شاهدته. البيريحة علي يلبس الغيرة وشاح، ويتلقى المنية اللي اجت شاهبته. يا محمود شفتك انت فزعة خير، وانت ولام وحدك للحكي اللي قلته. نور حسين نورك يرهب العادوك، ونور العلم شعشع بيك شاهدته. مقابل ما يجولك صدق يخافون، يعرفونك قليط القابلك دسته. مقابل ما يجولك صدق يخافون، يعرفونك قليط القابلك دسته. تخمش روحهم نسمة هواك تفوت، وبن ودهم كجدك ذاك جندلته. مقابل ما يجولك صدق يخافون، يعرفونك قليط القابلك دسته. تخمش روحهم نسمة هواك تفوت، وبن ودهم كجدك ذاك جندلته. الشايب فزعتك هيل على طول يبيد، تعثر خالهم لو بيرغك شلته. تخمش روحهم نسمة هواك تفوت، وبن ودهم كجدك ذاك جندلته. تخمش روحهم نسمة هواك تفوت، وبن ودهم كجدك ذاك جندلته. الشايب فزعتك حيل على طول يبيد، تعثر خيلهم لو بيرغك شلته. مو موقف بالنقش ينقش عالتاريخ، اللي يمس عرض النبي بس انت حاربته. ضحيت اشكثر موقف بالنقش ينقش عالتاريخ، اللي يمس عرض النبي بس انت حاربته. ضحيت اش كثر رايد تعمر الطاح،
وخاناك الوقت بس التماخ انت قلت السن اخوكم بالضلوع عباد بدوب العزيزة وصيت بيه انت علمك علمك بحر هايج يرعب الفواي غمي جظلم يا سيد ما استوعبت قلت السن اخوكم بالضلوع عباد بدوب العزيزة وصيت بيه انت علمك بحر هايج يرعب الفواي غمي جظلم يا سيد ما استوعبته غمي جظلم يا سيد ما استوعبته من خوزرت عينك قشر جلد القاع لأن انت العراق الغيرة والدته من خوزرت عينك قشر جلد القاع لأن انت العراق الغيرة والدته يتغير يتغير وجههم لو قلت محمود يتغير يتغير وجههم لو قلت محمود عقال الفوق راسي وانا قلدته مو عرب واصيل الشد عداوة وياك معتب لو لقى وقطرة حيم قصده يتغير يتغير وجههم لو قلت محمود عقال الفوق راسي وانا قلدته مو عرب واصيل اشد عداوة وياك معتب معتب لو لقى وقطرة حيب قصته يمن فدوى الفزع تكان وحل الروح يل حتى القلب من الجسد خدته مو عرب واصيل اشد عداوة وياك معتب لو لقى وقطرة حيب قصته يمن فدوى الفزع تك انا وحل الروح يلحبت القلب من الجسد خدته فوق على النجم فوق على النجم من زامة الصعدية وشفت النجم من نكاب خاصرته فوق على النجم فوق على النجم من زامة الصعدية وشفت النجم من نكاب خاصرته يا كشخ السلف يل وقفتك مقوار يل بفجة عباتك هالوطن صنته فوق على النجم من زامة الصعدية وشفت النجم من نكاب خاصرته يا كشخة سلف يل وقفتك مقوار يل بفجة عباتك هالوطن صنته يل نهجك عدل وعلى الصراط السير عدوك بين الف خيال صورته صرخي صرخ وانا عرفك شاد الهزام تأسس للعدالة ومنهجك شفته تأسس للعدالة ومنهجك حتى نستثمر الطاقة التي تناولناها مع المنشد السيد أحمد الهلالي فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عيديا عيديا صحت صحت يا ليالي المضن
صحت آيالي آل المضن عيد ويا شيباتي والله يا شيباتي بفرح اليوم عيد صار اليوم عدنا العيد صار اليوم صار اليوم عدنا العيد عيدي صار اليوم عدنا العيد العيد عيدي عيديا محمود ولد والمبعث سوية صلوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله صلي على يا زايرين المدينة صلوا على الهادي نبينا يا زايرين المدينة صلوا على الهادي نبينا بارك الله فيك مرة واحدة اريدك تحفظ يا زايرين المدينة صلوا على الهادي نبينا يا زايرين المدينة صلوا على الهادي نبينا بلغوا مني السلام للنبي خير الأنام بلغوا مني السلام للنبي خير الأنام يا زايرين المدينة صلوا على الهادي نبينا يا زايرين المدينة صلوا على الهادي نبينا بلغوا مني السلام للنبي خير الأسرع أسرع بلغوا مني السلام للنبي خير يا زايرين المدينة هنيا لكل من يزوره وبلهفة يجتمع طوره هنيا لكل من يزوره وبلهفة يجتمع طوره قلب الموالي بسروره قلب الموالي بسروره هالليلة هايج حنينة هالليلة هايج حنينة يا زايرين المدينة صلوا على الهادي نبينا يا زايرين وين الصوت صلوا على الهادي بلغوا بلغوا من السلام للنبي خير الأنام بلغوا من للنبي خير الأنام يا زايرين المدينة يا زايرين انطلق تفاعل يا زايرين المدينة هادي نبينا يا زايرين إيه بلغوا مني السلام للنبي خير إيه بلغوا مني السلام السلام عليك يا رسول الله يا زايرين المدينة يا زايرين إيه وانا اللي يريد السعادة وياخذ الليلة مراده وانا اللي يريد السعادة وياخذ الليلة مراده والباري عنده زيادة والباري عنده زيادة من كان ثابت يقينه ومن كان ثابت يقينه يا زايرين المدينة صلوا على الهاد يا زايرين المدينة صلوا على الهادي نبينا بلغوا مني السلام للنبي خير الأنام بلغوا مني السلام بارك الله يا زايرين هاي ممنون إيه وانا اللي يريد السعادة وياخذ الليلة مراده وانا اللي يريد السعادة ياخذ الليلة إيه والباري عنده زيادة والباري عنده زيادة من كان ثابت يقينه ومن كان ثابت يقينه ويا زايرين المدينة صلوا على الهادي نبينا يا زايرين المدينة إيه بلغوا مني السلام
للنبي خير الأنام بلغوا مني السلام للنبي خير الأنام يا زائرين المدينة يا زائرين المدينة مبعوث رسول الهداية من ربنا رحمة وعناية مبعوث رسول الهداية من ربنا رحمة وعناية فرحانة كل البراية فرحانة كل البراية والوقت ها والفرح واجب علينا والفرح واجب علينا يا زائرين أيضا نريد أن نشارك بقصيدة تخص سماحة السيد دام الله ظله الشريف أشارك بروحي صرخي شارك بروحي بلسم لجروحي صرخي بلسم لجروحي شارك بروحي صرخي شارك بروحي شارك بروحي صرخي شارك بروحي وبلسم لجروحي صرخي بلسم لجروحي ليلة سعيدة يا ابن الصمدة ليلة سعيدة يا ابن الصمدة شارك بروحي صرخي شارك بروحي بلسم لجروحي جواب جواب ايه شارك بروحي صرخي صرخة صرخة احكي احكي مرة ليلة منا 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 احكي هذي الصوت هي ليلة سعيدة اي بالتهاني والفرح انطش مسرات وياك يا ابن المرتضى ما نيد الهيهات تقليد صرخينا شرف وصل الكرامات للدين تبقى انت عالم صاحب فتوحات وانت العقيدة يا ابن الصمدة وانت العقيدة شاري شاري شارك بروحي صرخي شارك بروحي بلسم لجروحي صرخي بلسم لجروحي قول التريدة يا ابن الصمدة ليلة سعيدة يا ابن الصمدة ليلة الروح فرحانة بمحبتكم يا سيد الليلة جينا نحتفل بيكون عيد وكل محب فرحان مولاي باسمك ردد كل محب مولاي باسمك ظل يردد واليوم جينا على العهد يمك نعيد ونهجك نريده يا ابن الله ونهجك نريده يا ابن احمي احمي شارك بروحي حماو حماو روحي بلسم لجروحي شارك بروحي اي بلسم لجروحي صرخي بلسم لجروحي ليلة ليلة سعيدة اي ليلة سعيدة يا سيد بهالمنهج ويا كل تزمنا والجدك المبعوث نجدد عهدنا وبكربل احنا نناصرك وبكل بلدنا جيناك بدموع الفرح وانت سندنا بعد وياي جيناك بدموع الفرح وانت سندنا اخلاقك حميدة ويا بنص هلا هلا اخلاقك حميدة يا بنص شارك شارك بروحي صرخي بلسم لجروحي وين الصوت صوت الله ليلة سعيدة ليلة سعيدة اي فرحان الشيعة يا سيد يا ابني الاطهار فرحان طه بمنهجك وي صاحب الثار يا رايتك راية عادل يا الكل كسرار خنعيد فرحان الشيعة يا سيد يا ابني الاطهار وفرحان طه بمنهجك وي صاحب الثار يا رايتك راية عادل يا الكل كسرار
حام العراق انت اصبحت رايات الاحرار، حام العراق انت اصبحت صرخات الاحرار، وانت القصيدة يا منز هلا هلا، وانت القصيدة يا منز شارك شارك بروحي 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 روحي شارك بروحي وبلسم لجروحي ليلة ليلة سعيدة هلا هلا وليلة سعيدة يا ابن لا مثل شخصك ينوجد لا من طباعه انت القيلت الخالقك سمعا وطاعه يلصيتك تعدى المراجل والشجاعة يلصيتك تعدى المراجل والشجاعة محمود يا قلبك ابد ما رجف ساعة محمود يا قلبك ابد ما رجف ساعة وقول تريده يا ابن هلا ايه قول التريدة وقول التريدة ايه قول التريدة ممنون ممنون صار روحي صرخي ممنون صار لا سعيدة ايه لا مثل شخصك ينوجد لا من طباعه انت القيلت الخالقك سمعا وطاعه يلصيتك تعدى المراجل والشجاعه يلصيتك تعدى المراجل والشجاعه محمود يا قلبك ابد ما رجف ساعه محمود يا قلبك ابد ما رجف ساعه قول تريده هي قول التريدة شارك شارك بروحي السيد أعلم والكل تريده السيد أعلم والكل تريده والكل تريده السيد أعلم المصلحون عبر التاريخ عندما يطرقون أبواب الناس ليزودوهم بالمعرفة لا يجدوا أذنا صاغرة فلكل مصلح ولسيدي وملائي سيد الصرخ الحسني على الله مقامه أقول إجا طيفك اجا طيفك يدق البوب
يا جفني لي دق مقفل ابوه. مو احنا نصطلح نقول مرات هاي واد مقافله. اجا طيفك يدق البوب يا جفني لي دق مقفل ابوه. شاف الناس تشرب بالجماجم ماي صاح شمال هاي الناس وشماله شهر عاشور ما مشطوس بحبوبه. ظل عطشان يترجى يكت الغيم صد لي فوق لان الغيم يلحس ماي حالوبه. بوقت غرقان حتى الماي بي غرقان حتى الفوج مشلول ولقو غرقان غرقان ويا غرقان بحلم يا قاع يتلاقى. حتى الماي بي غرقان حتى الفوج مشلول ولقو غرقان غرقان ويا غرقان بحلم يا قاع يتلاقى. ما ندري شو يريد يقول انشقت جربة العباس لو كسر انطحر طاقة. شو القيم كلها تخربطت. ما ندري شو يريد يقول انشقت جربة العباس لو كسر انتحر طاقة. ولكم مدرب يا زمان يصير حتى الصيف ما من بيه مشواقة. ومدرب يا زمان يصير حرام يحلف المبيوق والمبيوق يتعذر من الباقة. اخوتي الكرام لا اعتقد بان هناك هدية ممكن ان تعبر عن كل الاحاسيس، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. ممثلية الإمام الحسن العسكري عليه السلام يتقدمون بهدية متواضعة وهي سيف عربي من صنع أيديهم بصناعة يدوية، يتقدمون بها إلى سماحة السيد ولي أمر المسلمين نائب الإمام بالحق السيد الصرخ الحسني أعلى الله مقامه. فنستقبل هديتهم للسيد بالصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سادتي الكرام الآن مسك الختام مع السيد رائد الذبحاوي في انشوده فليتفضل. إخواني الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى آل بيته الطيبين الطاهرين وإلى مقام مرجعنا العظيم المحقق الكبير السيد الصرخ الحسني دام الله ظله الوارف بمناسبة مبعث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وولادة سماحته، سائلين المولى القدير أن يمن علينا بقضاء الحوائج وشفاء مرضانا جميعا ببركة المولى الحسن ومبعث سيد الكائنات محمد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
دام ظلك سيدي دام ظلك سيدي ودام البهار دام ظلك سيدي ودام البهار ودامت الهيبة وعسى عمرك طويل واسأل الرحمن والله أسأل الرحمن يدفع كل بلاء عنك ويبقيك للمذهب دليل شبيهة شبيهة هامتها المسروحي شبيهة هامتها المسروحي شبيهة وحس نور النبي الليلة شبيهة محمد محمد يا محمد يا بشر مثل شبيهك ما حصل يا ابو الزكية صلوات نايمين طبعا جماعة أريد صلوات حيدرية بأعلى أعلى الأصوات ومحلاها هاي الليلة محلاها وصرخينا نور اليوم ضواها محلاها احكي اي صرخينا نور اليوم ضواها وليلة فرح ونجوم سهرانة وما بعث طه ضوى دنيانا وليلة فرح ونجوم سهرانة احكي ما بعث طه ضوى دنيانا ومحلاها صرخينا نور اليوم ضواها ومحلاها هاي الليلة محلاها ليلة فرح ونجوم سهرانة ما بعث محمد ضوى دنيانا وليلة فرح ونجوم سهرانة ما بعث محمد ضوى دنيانا ومحلاها هاي الليلة محلاها صرخينا نور اليوم ضواها ومحلاها هاي هي ليلة مسرة وخير سموها والعترة الف مبروك سمعوها وليلة مسرة وخير سموها والعترة الف مبروك سمعوها شموع اللي عندكم لا تطفوها شموع اللي عندكم لا تطفوها مولد الصرخ ومبعث لطاها مولد الصرخ ومبعث لطاها ومحلاها احكي اي مغمين نور اليوم ضواها محلاها اي صرخينا نور ليلة فرح ونجوم سهرانة ومبعث محمد ضو اي ليلة فرح ونجوم سهرانة ومبعث محمد ضو دنيانا ومحلاها هاي الليلة مع ايه
ومحلاها هاي الليلة محلاها وصرخينا نور اليوم ضوى وليلة فرح ونجوم سهرانة ومبعث محمد ضودن وليلة فرح ونجوم سهرانة ومبعث محمد ضوى دنيانا ومحلاها هاي الليلة محلاها صرخينا نور هالليلة هالأنصار تتبارك مولدك يا محمود تشارك هالليلة هالأنصار تتبارك مولدك يا محمود تشارك وانطش عمرنا الجيد مبارك وانطش عمرنا الجيد مبارك مبارك قليل بحق قناها مبارك قليل بحق قناها محلاها هاي الليلة ايه صرخينا نور اليوم ضواها ومحلاها وليلة فرح ونجوم سهرانة مبعث محمد ضوى دنيانا وليلة فرح ونجوم سهرانة مبعث محمد ضوى دنيانا ومحلاها هاي الليلة وصرخينا نور وخنق صيد العباس بطفوفه حامل الرايه مشونا خنشوفه مولد الصرخ رجعان جفوفه مولد الصرخ رجعان جفوفه وسلم الرايه وبيده خلاها وسلم الرايه وبيده خلاها محلاها ايه صرخينا نور اليوم ضواها ومحلاها يخنق صيد العباس بطفوفه حامل الرايه مشونا خنشوفه مولد الصرخ رجعان جفوفه مولد الصرخ رجعان جفوفه وسلم الرايه وبيده خلاها وسلم الرايه وبيده خلاها ايه محلاها هاي الليله محلاها صرخينا نور اليوم ضواها ايه محلاها ها وخنق صيد الزينب على تلها اي خنق صيد الزينب على تلها ونشوف الشموع اللي راح تشعلها نشوف الشموع اللي راح تشعلها الصوب المخيم نوصل لقلها الصوب المخيم نوصل لقلها راية الثار صرخ علاها وراية الثار صرخ علاها محلاها ها ايه صرخينا نور اليوم ضواها ومحلاها هاي الليلة ليلة فرح ونجوم سهرانة ومبعث محمد ضوى دنيانا وليلة فرح ونجوم سهرانة ومبعث محمد ضوى دنيانا ومحلاها هاي الليلة اليوم ضواها لحسين حسين الشهيد الروح الليلة حسين الشهيد الروح الليلة مبعث محمد جدك تخيله مبعث محمد جدك تخيله وقلوبنا من الفرح تحكيله وقلوبنا من الفرح تحكيله مولد الصرخ صادف وياها ومولد الصرخ صادف وياها محلاها صرخينا نور اليوم ضواها محلاها هاي الليلة محلاها صرخينا نور اليوم ضواها صلى على محمد وآل محمد ناصر دينا صرخينا الواضح بأفكاره والعالم عرفت بأخباره ينبع وطيب الخطار ناصر دينا ناصر دينا ناصر دينا ناصر دينا صرخينا نريده بس هو نريده سيد قائدنا قائدنا نريده وانينا محمود الأعلى وانينا وانينا محمود الأعلى فاتح بابه ومد جفوفه واقف ويرحب بضيوفه ما حد غيره نفسه نشوفه ناصر دينه ناصر دينه ناصر دينه فاتح بابه ومد جفوفه واقف ويرحب بضيوفه سيادة الكرام في كتاب هذا الحرف الجليل نتقدم بأسماء آيات التبريك
لسيدي ومولاي السيد الصرخي الحسني، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذا اليوم المبارك باليمن والبركة، وأن يجعلنا من الممهدين لقيام دولة العدل الإلهي.